كالعادة بنبدأ مع حضراتكم فقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها كمان وأبرزها توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة اللي بيوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية، كمان توجيهات سيادته بإنشاء مساجد كبرى تابعة لوزارة الأوقاف بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين في كافة المحافظات. كمان امبارح وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة سجلوا كلمة شكر للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة. تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي وتابع فيه برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية خاصة الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ووجه سيادته بالإسراع من الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة اللي بيوفر كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية. كمان امبارح تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي النشاط الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، ووجه سيادته بإنشاء مساجد كبرى تابعة للوزارة على مستوى كافة المحافظات بحيث تكون منارة لنشر صحيح الدين على امتداد رقعة الجمهورية، وكمان وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل لحوالي 2 مليون جنيه. امبارح توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعابدين لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وده في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023، وجاء في الكلمة إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم بحس وطني وإيمان راسخ من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يوهن من عزمها الصعاب والتحديات، ولسوف تظل مسيرة العمل الوطني بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، واللي منها إقامة 7 معارض أهلا رمضان بمركز دير مواس في المنيا، وتنفيذ مبادرات لتنظيف وتجميل الشوارع في العريش وبير العبد والشيخ زويد في شمال سيناء. أيضا تم الانتهاء من 56 مشروع في قطاع الشباب والرياضة في سوهاج، وأخبار أخرى هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنيا اللي تم فيها إقامة 7 معارض أهلا رمضان بمركز دير مواس والقرى التابعة ليه، وده ضمن خطة الاستمرار في إقامة المعارض وتوفر كل السلع والمواد الغذائية بالأسعار اللي بتناسب جميع فئات المواطنين. في قنا تم رصف 44 كيلومتر الطرق بمناطق نجع سعيد والحصواية بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه والوصلات المنزلية وخطوط الصرف الصحي، وده ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة. في الغربية تم تنظيم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا لقرية جناج مركز بسيون، وتم توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان ل 1470 حالة من خلال 15 عيادة. في شمال سيناء شهدت مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد تنفيذ مبادرات مجتمعية لتنظيف الشوارع وترميم المرافق، وأكدت رئاسة مركز ومدينة العريش إن مبادرة تنظيف وتجميل شوارع العريش بتتواصل بجهود تطوعية بيقوم بها الأهالي من خلال توفير معدات بتقوم بنقل المخلفات. في سوهاج تم الانتهاء من 56 مشروع في قطاع الشباب والرياضة بمختلف مراكز المحافظة خلال 2022، وشملت تلك المشروعات إحلال وتجديد مراكز شباب وإنشاء ملاعب نجيل صناعي وتطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية ضمن خطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في البحر الأحمر أعلن متحف الغردقة عن تنظيم احتفالية كبرى النهاردة بمناسبة العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر. خلال الحفلة هيتم تكريم أبطال موقعة شدوان وعرض مجموعة أفلام وثائقية عنها، بالإضافة لإقامة معرض لمجموعة صور حقيقية من المعركة. في الأقصر أعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة صدور قرارات الترقية ل 317 موظف من العاملين بالمديرية، وده وفق القواعد المتبعة وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.
في الوادي الجديد أعلنت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة استكمال أعمال رصف شوارع حي المروة وشارع الرحمة بالخرجة بنسبة تنفيذ بلغت 75% من الأعمال لتيسير حركة المواطنين واستعادة المظهر الحضاري للأحياء والمناطق اللي تم الانتهاء من توصيل خدمة الغاز الطبيعي ليها. في بورسعيد طاقم السفينة لوجوس هوب اللي بيقام على متنها أكبر مكتبة عائمة في العالم نظم فعالية لنظافة شاطئ بورسعيد بمشاركة مجموعة من شباب المدينة.